FM. الكل ملك. باش تلقاه السيد ويلي باجا، معناتها انا شكرته في الفيسبوك، لانه وقت اللي مشى له الاستاذ قال له باش نعمل هذا مشروع ولايه باجا الثقافي المدرسي لسنه 2017. تبنى هو المشروع. حلو. وحارب ومعناتها بامكانيات نتاع الولايه نتاعو، وخرج منحه للاستاذ رشيد الشعيبي عاونته، لانه مش فما بي دافيون برك، فما بي دافيون، فما فيزا، فما تمبري، فما تلامذة، حتى جوالات اللي يسيروا زاده في الشارع باش تمشي المتاحف باش تمشي الملابس نتاعهم، التران باش يتنقلوا من معناتها من مارسي للأورتيز. يعني احنا كان كل عام الولايه تاخذ لنا مشروع، وانا مستعد كجمعيه اي عمل يكون الباهي نتاع ولايه نابل في المسرح المدرسي، انا مستعد باش نروجوا في اي بلاصه في الخارج في العالم، ولا اي بلاصه ولي نابل، الى جانب انه يمثل تونس في المهرجان العالمي للمسرح المدرسي بتونس. يسمى السيد ولي نابل منور الورتاني انسج على منوال ولي باجا. السيد منور الورتاني انسج على منوال ولي باجا، وخلي المشروع نتاع القنطره هو مشروع ولايه نابل الثقافي في المسرح المدرسي. يظهر لي هذه نقطه تنجم تتحسب ليك سيد الوالي. الكلمه ليك.